يلا امتى على العروسة والعريس هم قدام البيت. لسه هخش علينا دي كمان. نلف فين؟ ما انا مش عارف. ارجع ورا استنى عشان تجيب الدفتر. ارجع ورا استنى كده عشان تجيب الدفتر بحد. هي كده بس. هي كده اهم حاجه. لازم توثيق للرحلات التاريخية. احنا كان ثلج بدري. انا ثلج بدري لحد ما طلعنا من واحدة ومش لاقيها. واحدة وما نشتاقين. لا صوري له واحدة. مش لازم ماشي صوره بالعروسه. النبي اها والنبي لو ممكن تقول مش لازم بضمير حوده. احنا عايزين اول حروف بس. ابصم يا اشرف. ما تضيعيش الحبر يا هدى. ما تضيعيش الحبر عشان تكتب عريضه كده. هنا يا جماعه هات يا بيه ده واحد كمان. البنت دي بنت ده شمس. ده عمك تكون معانا. خد يا بنت شمس. ما دي بنت عمك. يلا دي بنت عمك. اهم بنت شمس. يعني ايه يعني
يلا الصبح ايه؟ بسم الله عليك وعلى كلمة أشرف حسن. طلع من كلية؟ طبعا. وحد يتعلم التعليم بتاعك؟ هتمضى على الشكاية، هتاخد قرض دلوقتي. قرض هتاخده انت اما. امضي يا ده لسه هيتكلم في الميكروفون. المفروض يعني يقولوا امضي يا اشو. امضي يا اشو ولا ايه؟ المنديل فين؟ المنديل يا بنات. المنديل يا بنات. اهو يا ولد. اهو يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. اني توكلت على الله العلي العظيم. زوجتي وفيتي ابنتي جالسه البيت. هدى اشرف حسن ابراهيم زايد. دي موكلي محمود صبري احمد ابو ريم. زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على الصفات المسمى بيننا عاجلي واجلي وهاجر الله مني بسالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اني توكلت على الله وحمدته وزوجتي اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وارزقهما الذرية الصالحة وجنبهما الشيطان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اشرف حسن باسم كل راجل جاله كل واحده وكل بنت وكل عروسه.